طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود لكم. بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا 100 مليار دولار. هاي ميزانية الدولة يوميا 150. هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 مليار. اللي داخل بضاعة أقل المليار 99 مليار دولار متسرب عمل. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة. هذا الملف انحال كله إلى النزاهة، والبنوك مملوكة لسياسيين، كل العشرة العشر بنوك العشرة السياسيين كرد وسنة وشيعة، ولا واحد انحكم من دون العشر بنوك اطلاقا، ولا واحد. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، حيث قام الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانا بزيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا إلى العراق، في أول زيارة له إلى العراق منذ توليها الرئاسة قبل نحو سنتين. الحجة هي تهنئة القوات الأمريكية هناك بأعياد الميلاد. البيت الأبيض أصدر بيان حول هذه الزيارة وقال بأن ترامب وميلانا سافر إلى العراق في وقت متأخر من مساء عيد الميلاد لتوجيه الشكر إلى القوات هناك على خدماتهم على الخدمات والإنجازات والتضحيات التي قدموها. ووصل دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق مساء يوم الثلاثاء في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها إلا بعد يوم كامل وبعد مغادرته من العراق. طبعا كما أشرنا كان برفقته زوجة الرئيس ومجموعة صغيرة من المساعدين ووكلاء الخدمات السرية ومجموعة من الصحفيين، واستغرقت الزيارة نحو 3 ساعات فقط. تأتي زيارة دونالد ترامب إلى العراق بعد أيام من إعلانه سحب القوات الأمريكية من سوريا في قرار أثار ردود فعل متباينة في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة. المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز كتبت على تويتر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى توجه إلى العراق في وقت متأخر في ليلة عيد الميلاد لتفقد قواتنا والقيادة العسكرية العليا لتقديم الشكر على خدماتهم ونجاحهم وتضحياتهم وليتمنى لهم عيد ميلاد سعيد. هذا ما جاء على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض. طبعا المتحدثة باسم ميلانا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت بأنها زيارة مفاجئة كما وصفتها للشجعان المنتشرين حاليا في العراق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا وقال بأن العديد من الناس سيبدأون رؤية الأشياء في سوريا بنفس طريقته. كما قال هو أكد في تصريحات للصحفيين من قاعدة عين الأسد غرب الأنبار بأن الولايات المتحدة ستبقى في العراق وأضاف في الحقيقة يمكننا استخدام هذه كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء ما في سوريا. خلال الزيارة قال ترامب بأنه لا توجد خطط لانسحاب الولايات المتحدة من العراق حسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء. وتأتي هذه الزيارة كما أشرنا بعد أيام من إعلان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن استقالته بسبب خلافات مع دونالد ترامب حول الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة. يشار إلى أن أكثر من 5000 جندي أمريكي في العراق ينتشرون في قواعد غرب وشمال العراق. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذه الزيارة المفاجئة. أين الحكومة من هذه الزيارة؟ لم نشاهد أي مسؤول إن كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان في استقبال الرئيس الأمريكي، بل لا يعلمون بأن الرئيس الأمريكي موجود وتدارك بيان سوف نأتي عليه تباعا صادر من مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بأنه تم إبلاغ الحكومة في وقت متأخر أو بعد وصول الرئيس الأمريكي إلى العراق
في هذه الزيارة المفاجئة. معنا اتصال محمد من بابل، تفضل محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون تشوف هاي الزيارة اللي قام بها الرئيس الأمريكي بدون إعلام الحكومة في العراق؟ أين السيادة التي يتحدثون عنها؟ هو ما يحتاج يعلمهم، نعم. لأن هو سيدهم وذولا خدم عدة. إحنا هاي حكومة العراقية تقول عندها سيادة، كذب. ماكو سيادة بالعراق. العراق ما عنده كل سيادة، وذولا اللي هم بالحكومة مجرد موظفين عدة ترامب. يعني ترامب يجي بدون علم، بدون حلم الحكومة، يجي بكيفه يطب العراق ويطلع. إذن ماكو سيادة بالعراق. زين، ذولا موظفين. يعني احنا بالنسبة لنا احنا العراقيين، يعني مع الأسف حكومة ما عندنا حكومة. يعني العراق صار أصبح بيد أمريكا، هي الصول والجول بالعراق. زين، ترامب على أي أساس يجي؟ يعني يجي بدون أي استقبال، بدون علم، بدون، يعني ماكو هيك بكل الدول العالم، ماكو هيك. نعم. يعني احنا يضحكون علينا، يضحكون على الشعب العراقي. حكومه العراق صارت عنده سياده. زين، وهي السفاره الامريكيه 3000 سفير و5000 ما ادري 10000 جندي امريكي بالعراق. نعم. زين، يعني الى متى يظلون يضحكون؟ هاي الحكومه تضحك على الشعب الى متى؟ والشعب الى متى يظل نايم؟ يظل قشمر حش السامع مثل ما باللهجه العاميه. زين، شعب مضحوك عليه. نعم. يجي ترامب بدون اي، يعني ما عند الحكومه لا مثلا يعلمها ولا يقول لهم يابا انا ابدا جزور العراق. اصبح العراق مقاطع عند امريكا. زين، هي هاي حكومتنا الرشيده مثل ما يقولون، هاي اللي جابتها العمايم ولفلفتها وخلتها عمي كفيلك العباس. زين، لا عندنا حكومه ولا عندنا مرجعيه، كلها تشتغل لصالح امريكا. زين، ما دمروا العراق غير هالحكومه هاي والمرجعيه اللي تقول انتخبوا الحكومه. يا حكومه اللي انتخبناها، هاي الحكومه اللي برايمر شو اسمه ترامب يصول ويجول بيها بكيفه. نعم. يعني احنا صراحة يعني ما ظل عندنا صبر بعد، صبرنا خلاص. يعني هذا العدد، يعني تستاذ، نعم. تفضل استاذ. نعم، يعني العدد القوات الامريكية اللي موجود اكثر من 5000 جندي في العراق وزيارته، وهناك حديث عن انشاء قاعدتين جديدتين في الانبار في ناحية الرمانة وفي الرطبة، والجماعة يقول لك أنه لا توجد قوات أجنبية، وقبلها حيدر العبار يتحدث أنه فقط هناك مستشارين أعداد قليلة. يعني يسوقون هذه الأكاذيب للشعب، وهي واضحة أنه غير صحيحة. نعم، يبحكون عن الناس البسطاء. شنو حكومة عندها سيادة؟ وين السيادة؟ إذا هو يريد يطير طيارة إلا بأمر أمريكا، جندي ذا يحرك إلا بأمر أمريكا. زين، أو أكبر قاعدة بالعالم سووا قاعدة بأربيل. زين، ماكو هيك. يعني بالدول ماكو هيك. الدولة اللي عندها سيادة تكون محترمة، ما يكون جندي بها أمريكي. نعم. سفيرين يجون، سفير أمريكي ويا 10 موظفين 20 موظف ما يخالف. مو جيش أمريكي بالعراق ويقولون إحنا عندنا سيادة، وانتخب الحكومة الوطنية وحكومة فلان وحكومة القانون، ويومية طالع لنا تسميات جديدة. نعم. يعني هذا الشعب إذا ما يثور بوجه ذول الخونة اللي إجوا وصاروا مع الأسف على الشعب العراقي اللي انتخب خونة، اللي كانوا بيران يقاتلون الجيش العراقي، صاروا هسه هم هنا بالعراق وطنيين، صاروا أصحاب مناصب، هم يقودون الشعب، صاروا اللي كانوا يقتلون بالجندي العراقي واللي كانوا بالخارج يتآمرون على العراق وعلى خيانة العراق وعلى تدمير العراق، حتى صاروا هم أسياد العراق. يعني شوف المعادلة شلون انقلبت مع كل الأسف والله. وإحنا نروح ننتخبهم، هم خونة كانوا شاردين خانوا البلد هذا ونهبة وثرواته وخيراته وشرده وبره. زين، من العقوبة وجهوا هسه صاروا جابتهم امريكا خلتهم حق. طبعا يبقون خدم لامريكا طول عمرهم لان امريكا صاحبه فضل عليهم. نعم. انا اشكرك محمد من بابل. محمد كان معنا اتصال ابو بلال من بغداد، تفضل ابو بلال. زاد فضلك استاذ عمر، السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
تحياتي لجنابك الكريم وكل العاملين في قناة الشريف الموقرة. الله محييك يا أهلا وسهلا. بس إنك أستاذ عمر، يعني بداية أنه هذه الزيارة أثبتت وألقمت حجرا لكل من يقول أن العراق قد نال استقلاله كما تدعي هذه الحكومة وزبانيتها والمطبلين لها. العراق محتل بالكامل وبمعنى الكلمة. هذه الزيارة رئيس أكبر دولة بالعالم إجا إلى دولة محتلة وزار قواته بدون ما حتى يكلف نفسه عناء إعلام هذه الحكومة التي تسمى بالحكومة، هؤلاء المرتزقة عبيد ترامب، إنما اكتفت قواته باتصال هاتفي لتأمين الأجواء فقط. بيان قبل شوية طلع على الجزيرة يقول خابرهم قبل ساعتين، مستحيل يخابرهم ولا قبلهم أي وزن، اتصل بهم مجرد فقط تأمين الأجواء وعدم إقلاع أي طائرة عراقية أثناء نزول طائرة ترامب. ثانيا يقول لك عادل عبد المهدي كان في منطقة بعيدة، يعني هو لو كان يريد يخابر عادل عبد المهدي يجي زحف زحف يجي ترامب يوصل لقاعدة الأسد بالأنبار، لكن لم يشأ أن يقابلهم. ماذا؟ لأنه أستاذ والله يعاملهم كما يعامل هذا الذي أجلك الله الذي يلبسه. هؤلاء لا قيمة لهم. ترامب وصفهم في لقاء سابق قبل حينما كان مرشح انتخابات الرئاسة، قال bunch of thieves، قال مجموعة من اللصوص. هو لا ينزل نفسه، هو رجل متكبر وقائد دولة كبرى، ما ينزل نفسه يقابل عبد المهدي أو يستدعي، لا هو جاء بصفة آمر حذاء فوق رؤوسهم. زين، ثانيا يطلع لنا تيس الخزعلي. نعم، تيس الخزعلي يقول ترامب إذا لم يخرج من العراق فيعرف الطرق التي أخرجنا بها قواته. أيها العلج، أيها التافه، حشل يقول بوجهه، يعني متى أنتم ضربتم طلقة واحدة أطلقتم طلقة واحدة ضد الأمريكان؟ يعني تريدون أن تسرقوا تعب وجود غيركم؟ المقاومة العراقية هي التي أخرجت الأمريكان، المقاومة في المناطق الغربية هي التي أخرجت أمريكان من العراق بدمائها وبقوتها وبجهادها وبتوكلها على الله وحده، استعانت بالله وحده لم تستعن بغيره. ثم أخاطب كل شيء موجود بالعراق، أنتم صيحون ماكو ولا إلا علي القائد الجعفري، هذا القائد الجعفري. شوفوا حتى الأمريكان يطبون ولا يهتموا لهم ولا يدير لهم بال ولا يعتبروهم أصلا موجودين. هؤلاء عبارة عن خدم، هؤلاء عبارة عن مرتزقة، هؤلاء عبارة عن قتلة، هؤلاء عبارة عن نواطير وخفراء جاء بهم الاحتلال لتنفيذ مطالبه في هذا البلد. البلد مسروق، البلد مذبوح، البلد يعامل معاملة العبيد. ولكن هؤلاء المرتزقة كما قال المثل، أسد علي وفي الحروب نعامة. هالميليشيات وينها؟ ميليشيات الخزعلي وهذا العامري السفاح، يعني بس قادرين على أطفال الموصل، قادرين على نساء الموصل، ذبحون بهم وتقتصفوهم. يلا هؤلاء الأمريكان اذهبوا إلى، إن كنتم رجال، لكن والله لستم رجال، والله النساء أشرف منكم يا زنادقة يا عمراء إيران. وأنا أشكرك أستاذ عمر، بارك الله فيك. أبو بلال من بغداد كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو فهد من الطارمية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم وحيا قناتكم. وعليكم السلام ورحمة الله. البطلة. حياك الله يا هلا بيك. أنا بس أريد أسأل شرفاء بالجنوب. نعم. يعني يا شيعتنا الشرفاء المواطنين بالجنوب، بالله عليكم بدور صدام أكو رئيس أمريكا وغير أمريكا ينزل بالعراق بالموافقة؟ لا كلا لا ماكو. بس أقول الله يسود وجوه اللي متبعين الإيران، والله يسود وجه العامري، والله يسود وجه الخزعلي، مثل ما خلوا العراقي يشوف كل عار هو يقبل بهاية، هو عار هو وأهله وحتى شرف ما عنده. أنطوا العراق لأهله، ولوا أنطوا العراق لأهله. أنتوا شنو مدمرتوا العراق، خليتوا آخر دولة بالعالم، مو حرام عليكم سفلة حرام عليكم تسوون هالشكل هذا؟ ترامو يطب ويطلع بكيفه، ليش؟ وين الخزعلي؟ هاي بس قادر أسنى كودن مسلح بسلاح الحكومة، كودن المالك وغير المالك يقول له روحوا احنا بظهرك، مو حرام عليكم؟ الله روح الله وياكم، الله إن شاء الله يعاقبكم بجاه السميع العليم. وشكرا. أبو فهد من الطارمية كان معنا. زميلنا المخرج، نرجو أن نأخذ هذه الصور أو المقطع الفيديو اللي يوضح زيارة دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد
في محافظة الأنبار غرب العراق. نشوف هاي المقطع. هذه صور مقطع فيديو لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، هو وزوجته وبعض مساعديه. الزيارة كما أشرنا هي زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا. التسريبات التي خرجت من البيت الأبيض قالت لدواعي أمنية لم يلتقي بأي مسؤول عراقي، كما أشرنا في بداية الحلقة، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان لم يعرفوا. وهناك بيان كما أشرنا ل يعني من مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، تحدث بأنه تم إعلام رئيس الحكومة بهذه الزيارة قبل وقت قصير فقط لدواعي أمنية. نعم، هذا المقطع يعني تم نشره على حساب دونالد ترامب الرسمي على موقع تويتر في قاعدة عين الأسد في الأنبار. وكما أشرنا هناك حديث عن بناء قاعدتين جديدتين في الأنبار كذلك، في ناحية الرمانة وفي الرطبة. دونالد ترامب يعني كما أشار وكما صرح البيت الأبيض بأنه تأتي هذه الزيارة لتهنئة الجنود الأمريكيين في العراق بأعياد الميلاد. هذه الزيارة كما أشرنا تأتي بعد أيام قليلة فقط من إعلان الرئيس الأمريكي سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق. نشاهد هذه الصور، هذا المقطع يوضح وقوف الرئيس الأمريكي مع جنوده في قاعدة عين الأسد في الأنبار. نعم، معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. شنو رأيك بهاي الزيارة؟ والله أستاذ عمر، أنا أريد أوجه رسالة للي سلطوا على رقاب الشعب العراقي ويقولون إحنا سياسيين وإحنا نحكم. نعم. يعني أريد أقول عار عليكم تبقون قاعدين على كراسيكم وتقولون إحنا نحكم بلد مستقل، عار على شواربكم إذا ما تروحون تلبسون شيلة وتقعدون يم نسوانكم بعد ما ضيعتوا هيبة العراق. برهم صالح يقول أنا رئيس جمهورية وما يدري بأن رئيس دولة ثانية دخل بطائرة للعراق. عادل زوية يقول أنا رئيس وزراء وما سمع بأن ترامب دخل للعراق، ويقول ما عرفت إلا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا لأن الجماعة مشغولين أستاذ عمر، مشغولين بهلاك واحد من معممي إيران اللي ما أعرف اسمه، شهرودي ما أعرف شو اسمه. نعم. وقبلها أقولكم عار عليكم قاسم سليماني يدخل ويطلع ويدخل بكل صغيرة وكبيرة، والشريف اللي بيكم هاي إذا أكو بيكم واحد شريف ما يقدر يحكي وياه بكلمة واحدة. والله عار وخزي عليكم تقولون احنا سياسيين وهيبة الدولة ضيعتوها وبعتوها. روحوا دوروا وروحوا شوفوا اي دولة من دول العالم مهما كانت صغيرة او ضعيفة تسمح لاي طائرة او مسؤول بدولة اخرى يدخل بلدهم بدون علمهم. لكن انتوا اقول لكم مع الاسف انتوا سفلة وخونة ولقطاء، وتعرفون اذا واحد منكم فتح حلقة بكلمة ما يبقى قاعد على الكرسي اللي هو هسه مستلمه وينزاح من منصبه بجرة قلم. نعم. تهديدات هذول ميليشيا النجباء اللي يسمون نفسهم نجباء، هاي كلها تهديدات فارغة. وكنت مكتب عادل عبد المهدي طبعا يكذب مني يقول بأن عندهم علم زيارة ترامب حتى يلملمون فضيحتهم. ياما وياما سمعنا هذول النجباء يهددون، وين صارت تهديداتكم؟ الكل جبناء وقوتهم بس على الضعفاء من الشعب اللي ابتلى بيهم. سؤال أوجه للشعب العراقي، هسه صارت عندك قناعة بأن هاي الطغمة المجرمة ضيعت هيبة العراق؟ لو بعد عندك شك، عندك شك بأن اللي دا يحكموك مجرد قطع شطرنج تحركها أمريكا وإيران بأي وقت يريدون؟ وين هادي العامري وقيس الخزعلي ومعممي الإجرام والفساد؟ ليش ما طلع واحد منهم ورد على هاي الفضيحة؟ لكن مثل ما قلت لحضرتك أستاذ عمر، جبناء وقوتهم بس على الفقراء من الشعب،
ويعرفون بأن أمريكا وإيران قالت لهم بوقوا نهبوا قتلوا واعتقلوا، بس ما نريد واحد منكم ينتقد أي تصرف من تصرفاتنا داخل العراق. لعنة الله عليكم يا سفلة يا مجرمين، دمرتوا وضيعتوا بلد حضارته أكثر من 7000 سنة وسلمتوا الألد أعداء، وأنتم مشغولين بالنهب تبقون والله تبقون جبناء وحثالة الناس، وإن شاء الله يجي اليوم اللي يسحلكم بشرفاء العراق شوارع كل مدينة عراقية. وين تصريحاتكم بأن ماكو قوات أجنبية بالعراق؟ وين تصريحاتكم بأن القوات الأمريكية انسحبت من العراق ومساحة السفارة الأمريكية ببغداد 25 دونم؟ طيح الله حظكم، مع احتراماتي لحضرتك وكل المشاهدين، طيح الله حظكم يا سفلة، تقولون أنتوا رجال وكلكم كذب ودجل وفساد وإجرام. نعم يعني هم من يحشون أبو ناصر، هم من يحشون موضوع السيادة والقوات الأمريكية، ويجب تشريع قانون في البرلمان لسحب هذه القوات. ما هو لو القوات الأمريكية والحكومة الأمريكية لا هم يمسكون حكم ولا هم يبقون بمناصبهم، يعني هذه المسرحيات وهذا الكذب على العراقيين وعلى العالم، يعني الأمر صار مكشوف وواضح، يعني ليش هذه الاستمرار بهذه الكذبة؟ مكشوف وواضح أستاذ عمر، وكل الشعب يعرف وكل العالم يعرف، لكن مع ذلك تلقيهم مستمرين بالكذب ومصدقين نفسهم بأنهم هم مسؤولين وهم سياسيين، وهم اللي خلتهم أمريكا على هالكراسي، هم اللي جابتهم وسلطتهم على رقابنا، وماكو واحد من عندهم. لو إذا أنا أقول والله العظيم أقول إذا بيهم واحد شريف هاي إذا يفتح حلقة ويحكي ويقول شنو معنى هاي زيارة ترامب للعراق بدون علم الحكومة العراقية، لكنهم على الأسف مع الأسف والله العظيم الشعب ساكت عليهم. هذول المفروض ينسحلون ويطلعون تحل بشوارع بغداد وبشوارع كل مدينة عراقية، وهاي هاي بقت مهمة الشعب. وإن شاء الله مثل ما قلت لحضرتك أستاذ عمر يجي اليوم اللي ينسحلون ويدفعون ثمن كل هاي الخيانة اللي قاموا بيها لتدمير بلد وتدمير شعب بأكمله. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بيك. شلونك أستاذ عمر؟ حياك وحيا القناة. شلونك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. بالنسبة لزيارة ترامب، زيارة جت خاطفة لأنه إحنا ما عندنا حكومة، عصابات عصابات ومافيات دول أحزاب بس بيناتهم. إحنا لو عندنا حكومة صحيح كان رئيس جمهورية مال دولة كبرى يجي يستلمنا رئيس جمهورية العراق بالمطار وما حد يدري بيه، يعني مفاجئة لأنهم ما معترفين بهاي العصابة، هم هاي عصابة مو حكومة إلا عصابة. نعم. وكلهم حرامية سرات، كلهم حرامية سرات جاي يحطون بأموال الشعب يودون بها لإيران وغير إيران. نعم. هذول ما لهم أي دور، هذول إحنا الناس بالشعب العراقي بالكامل. أنا شوية ينتبهون يوعون على أنفسهم، ما خلهم كرامة للشعب العراقي. نعم. وإحنا بالجنوب يعني ليك حالهم يرسلها، إحنا بالجنوب والفرات الأوسط إحنا ناشد لهم الغيار النشام أهل ثورة العشرين أن ينهضون نهضة رجل واحد ويصفون هالبلد هذا من هاي العصابات الطغمة الحاكمة بالعراق. دمروا العراق بالكامل، محوها من بشر إلى 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 بيوت، ما خلهم إلى ثروات، ما فطيبون بيه هربون بيه الإيران وغير إيران. يا أخي إحنا ما عندنا دولة ولا عندنا سيادة، والله من جدونا وخزونا. وأنا أحييك وأحيي القناة وأحيي كل من شارك وأحيي الشعب العراقي اللي بيهم غيره وشرفاء ينهضون يعني يصفون الشعب العراقي من إيران واتباع إيران. وأنا أشكرك أستاذ عمر. أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم جديدا أعزائي المشاهدين. نقرأ رسائل واتساب حول هذا الموضوع، موضوع زيارة ترامب إلى العراق، زيارة مفاجئة. مبروك من الإمارات يقول: ماذا تعني زيارة ترامب للعراق؟ تعني بأنه يقصد من هذا الإبقاء على قواته في العراق، وهو بذلك لا يفكر بسحب قواته من العراق. هذه الزيارة تعتبر خرق للسيادة العراقية بعيدا عن علم الحكومة الطائفية، لأن ترامب هو سيدهم وهم خدم له، تابعون له ولإيران. هذه ليست حكومة أساسا، إنما هي مجموعة عصابات تخدم أمريكا ومصالحها. رسالة أخرى من البصرة يقول مهدي من البصرة يقول: شيعة الجنوب أبرياء من هذه الأحزاب العميلة لإيران، إن شاء الله سوف نسحقهم وخلاص العراق من هؤلاء القتلة المجرمين، وأحيي المحافظات الغربية، إحنا أخوة إن شاء الله. أكيد طبعا أخي العزيز مهدي من البصرة. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم، تحية لك أخي، أسلم، يقول سلامي لأخي محمد من بابل وأحييه على كلامه الجميل، صح كل ما قال وشكرا. ويقول: هذه أكبر إهانة للحكومة الحالية. رسالة يقول فيها، يقول أخي: كم رخيص من عملاء العراق يضحكون على الشعب على مجيء ترامب، هي أكو دولة ومن أنتم تتكلمون عن السيادة وأنتم تغسلون رجل الزار الإيراني وقاسم سليماني مسوي العراق كان خانجغان كما يقول. أخي قابل بهؤلاء يرضى بالذل، المهم يقول هو يزور ويلطم ليس الكل. رسالة أخرى يقول فيها: كم قائد في العراق وكم عصابة تحكم أخي أي سيادة؟ والله يعني يقول حشاكم كلب أمريكي يهزم المنطقة الخضراء. معنا اتصال من أبو قيلان، من أبو كيان من البصرة، تفضل أبو كيان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيان صح الاسم؟ اي نعم. نعم تفضل تفضل عيني. اقول حياك الله. العراق انتهم بسبب ايران وبسبب السادة العدنة، ايران دمرت العراق والسيستاني دمر العراق، مقتدى دمر العراق. نعم. والشعب ساكت، ورجاء من المتصلين جاي يتصلون، والله احنا وطنيين واحنا ما ادري شنو، ترى البصره هي بس البصره هي الوطنيين. وشكرا. ان شاء الله موجودين الوطنيين في كل مكان. معنا اتصال، انقطع الاتصال، كان معنا ابو علي من كربلاء. طبعا الرئيس الامريكي في هذه الزياره المفاجئه قال بانه حزين بعد زيارته الاولى الى العراق لتفقد جنوده، كونها كانت زياره سريه. معروف على ترامب انه دائما يمزح. عبر عن سعادته بلقائه بالجنود الامريكيين في قاعده عين الاسد، واضاف بانه كان يامل ابلاغ الجنود قبل الزياره، الجنود وليس الحكومه، واشار الى انه كان خائفا بشان مؤسسه الرئاسه والسيده الاولى في اشاره الى زوجته ميلانا. اقر ترامب بانه الغى سابقا زيارتين الى العراق بسبب انكشاف امرهما، وكشف موقع ام بي سي نيوز الأمريكي بأن ترامب غادر واشنطن في طائرة مطفأة الأضواء ومغلقة النوافذ، كما جاء في هذه الشبكة، على لسان هذه الشبكة، إلى جانب حماية جوية كبيرة، مما يشير إلى المخاوف الكبيرة التي رافقت هذه الزيارة التي استغرقت كما أشرنا ما يقارب 3 ساعات فقط. معنا اتصال، في اتصال. مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو رأيك بزيارة الرئيس الأمريكي إلى العراق؟ زيارة مفاجئة دون إعلام الحكومة. ما هي مفاجئة للي مش فاهم، إنما بالنسبة لنا وبالنسبة لكل من يؤمن ورؤية المقاومة المشروعة وأبطالها، عارفين إن الحاكم الفعل حضرتك هو الكلاب الأمريكاني الأنجاز، عارفين إن الذخائر أمريكية والسلاح أمريكي والميليشيات إيرانية صهيونية مجرمة، أهو كلنا عارفين الكلام ده، بس يا ريت الناس اللي ما كانتش لسه مقتنعه، يا ريت النهارده تفكروا في الامر جيدا، وتشوفوا الحاكم الفعل مين، وتشوف مين اللي نوى على موتنا كلنا، كلنا هنموت والله لو سكتنا ومقاومنا الامريكاني الايام دي، الايام دي بالذات. والله لو ما حددنا موقف هيفيدونا كلنا بشاعتنا بسنتنا باقراصنا بمساحين، كلنا مش هيخلوا، كلنا مش هيخلوا ولا فرد. فالنهارده شوف
شوف بقى المعلم عمار وشوف الهاليك اللي عاوز يشعل الفتله في البحرين، فين هم من المقاومه النهارده؟ عرفت ان المقاومه شرف؟ عرفتوا النهارده ان المقاومه بتدافع عن شعب من شماله الى جنوبه الى الامه العربيه؟ عرفت لو عندك مقاومه ولا عندك سياده النهارده ما كانش ده الكلب المستعمر دخل كده بدون اذن وهنا كلنا؟ انت عارف دي اهانه لكل حر والكل عربي والكل مسلم والكل مسيحي والكل شيعي؟ عارف ان احنا النهارده ماشيين الدموع بلازله تفرفت من الاهانه؟ فين الحظر الجوي؟ فين الدفاع الجوي؟ فين مضادات الطيران؟ فين الجيش العراقي؟ عرفت؟ عرفت ان الجيش مش هيدافع عنك؟ عرفت ان الميليشيات بتخونك؟ عرفت ان هم الخونه تجار المخدرات وتجار الدين النصابين؟ عرفت؟ عرفت يا عمار؟ عرفت يا هنيكي يا جبان يا عدو الانسانيه؟ عرفته؟ عرفت الاحتلال عار، احتلال اهانه، احتلال يعني ان احنا عبيد صراحه، ان احنا عبيد مالناش كرامه، هنموت اهو، شايف الموت؟ حد حاسب؟ حد سال عن الشهداء، عن الجرحى، عن المبصورين، عن المهجرين، عن النازحين؟ عرفت؟ عرفت المستعمر الايراني والامريكي مشتركين علينا عشان يبيدونا وياخدوا ثرواتنا؟ قاوم، ناضل، كافح، ساهم، ادعم، ادعم، خليها لله، ادعم، ناضل، كافح، وتحياتنا لكل حر ولكل بطل، وحذائك على راسي انا شخصيا، ارفع العار، ارفع غبار العار عن الامه يا ابو العروبه، ارفع غبار الامه، غبار العار عن الامه يا ابو العروبه يا جياب الابطال، وشكرا وتحياتي. شكرا مصطفى السيد من مصر كان معنا، شكرا لك. يقول ابو نور الحسن من بغداد، يقول تحيه لكل كادر قناه الرافدين والمتابعين. يقول من المعيب جدا ان نقتنع فعلا بان لدينا حكومه حقيقيه، فمن يجلس على كراسي السلطه هم شرذمه من العملاء والمرتزقه، والدليل هو ما حصل. رئيس دوله يدخل ويخرج ونقرا الخبر من خلال تايتل الاخبار ومن خلال تسريبات البيت الابيض وبزعم أنه لدواعي أمنية. يقول عجبا ولماذا نلوم ترامب إن كان سليماني يصول ويجول في العراق؟ فعلى العراقيين أن يقتنعوا بأن من يحكم الآن هم شرذمة من العملاء والسراق وعصابات تخدم المحتل. أبو نور الحسن من بغداد. رسالة أخرى من أخونا مهدي البصرة، يقول أخي الكريم ماكو حكومة بالعراق، أكو عصابات مسلحة ومافيات في العراق، إن شاء الله الفرج قادم لا محال. معنا اتصال علي من كربلاء، تفضل علي. ألو، مرحبا دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. تحية القناة الرافدين وللعاملين فيها. حياك الله يا هلا. بخصوص تواجد الاحتلال الأمريكي، تواجد القواعد الإسرائيلية من ضباط الموساد الإسرائيلي في الشمال، والقواعد الأمريكية الموجودة كذلك في مناطق الأنبار ومناطق بغداد لحماية الحكومة الصفوية المجرمة وحماية الميليشيات الإجرامية التي احتلت العراق ودمرت شعبه وقتلت أبنائه سواء في الغربية أو في الجنوب، ويكشف عن زيف الإعلام الصفوي المجرم التي وضعته أداة الشعب إيران الصفوية، قناة آفاق وقناة العهد والقنوات الأخرى التي تطبل للميليشيات وتطبل لهذا الجيش العميل. تقول أن اليوم هو يوم السيادة الوطنية وأن المالكي رئيس الحكومة الصفوية في بغداد هو من أخرج الاحتلال الأمريكي، وكذلك قبل أيام الطوارئ أنه أطلب بمناسبة يوم السيادة وخروج الاحتلال الأمريكي أي سيادة. العراق لم يتمتع بالسيادة، وما زال القواعد الإسرائيلية التي زرعتها الأمريكان عندما دخلوا إلى العراق وخاصة من الموساد الإسرائيلي الموجود في الشمال يقوم بتجنيد العملاء وتجنيد المخربين لإعطاء المعلومات إلى تل أبيب، وكذلك الأمريكان الموجودين هم يحمون الحكومة الصفوية، ما عندهم شيء بالعراق وينهبون ثرواته. دخلوا إلى العراق في عام 2003، دمروا العراق، قتلوا أبناء شعبه، استووا بينا، دمرونا، قضوا على كانت الحكومة العراقية
قبل سقوط النظام من أقوى الحكومات العربية الموجودة، وكان العراق يتمتع بالسيادة المطلقة والحرية التامة، وكان يمتلك جيش قوي وضباط من ضباط في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية العراقية من أقوى الضباط، وكان حتى يجون من الدول العربية يدرسون في كلية الأركان وفي الكليات العسكرية من الدول العربية الأخرى. الآن أصبح العراق مأوى للعملاء من الأمريكان والإسرائيليين. دمروا العراق، نهبوا ثرواته، هجروا السن اللي موجودين في دياله واللي موجودين في الأنبار واللي موجودين في الموصل، أصبح مصيرهم مجهول، مشردين في تركيا وفي الدول الغربية. وكذلك العراقيين الشيعة الموجودين في البصرة وموجودين في كربلاء وواسط وغيرها من المحافظات الجنوبية يعانون من الإهمال والصحة والتعليم، يأخذون الأموال. يعني تصور حضرتك انه الطالب العراقي يدفع لكل مدرس في العراق 300 دولار لكل مادة، يجبرون الطلاب ويجبرون اللي يدرسون على دفع 300 دولار لكل مادة. يعني التعليم بالعراق تصرف اكثر من 20 مليار دولار، تعطي لوزارة التربية، تعطي الى وزارة هذا التعليم العالي، حتى وزعوا رواتب للمدرسين ورواتب لهذول اللي يشغلون في التعليم، تالي ياخذون من الطلاب رواتبهم، يصرف اكثر من 2500 دولار شهريا كل 22 يوم. طبعاً كل مدرس يعمل في الدولة العراقية أكثر من 2000 دولار، وتالي هيجون يأخذون من كل طالب 300 دولار. نعم، أنا أشكرك علي من كربلاء. كان معنا اتصال أبو محمد من بغداد. تفضل أبو محمد. أبو محمد تسمعني؟ أبو محمد انقطع اتصال مع أبو محمد. طبعاً البيت الأبيض يعني كشف عن سبب عدم لقاء جمعة أو سبب عدم عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال زيارة ترامب إلى العراق. أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة سانترز بأن ترامب لم يلتقي بعبد المهدي لأن إبلاغ الجانب العراقي بالزيارة جاء قبل فترة قصيرة جدا، وأضافت بأنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات لضمان أمن الرئيس الأمريكي أثناء الزيارة. معنا اتصال أبو محمد من بغداد. تفضل أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك. حياك الله يا أهلا بك مشاهدي قناة رافدين. أهلا وسهلا بك. أستاذ عمر، هي مسألة طبيعية، يعني زيارة ترامب للعراق مسألة جدا طبيعية. يا أخي إحنا دولة محتلة، إحنا محتلة من قبل الأمريكان، ومن حق أنه ترامب يجي يزور قوات اللي موجودة، وإحنا نعرف أنه صار على مدى 16 سنة إحنا تحت الاحتلال الأمريكي، تحت الوصاية الأمريكية. لا. دعك من الصراعات اللي دا تصير على الساحة، إحنا تحت سقف وتحت حكومة تعمل للصالح الأمريكي. كل اللي موجودين حاليا بالحكومة 95% هم عملاء إلى أمريكا. مسألة جدا طبيعية وإحنا نعرف هذا الشيء. نعم. الدود تشوف هسه البلد أنه لا صناعة لا زراعة لا تجارة لا، من كل الجوانب هو منتهي. حكومة دزمت هذا البلد وصلته إلى دون الصفر. فمسألة جدا طبيعية، هسه باكر يطلع لك واحد من السياسيين ويقول لك أنه إحنا ندين أنه زيارة الرئيس الأمريكي. هو من اللي نصبك اصلا؟ نعم، من اللي نصبها غير امريكا؟ امريكا اللي جابتهم وخلتهم في هذا المكان، هم عملاء لامريكا لا اكثر ولا اقل. نعم. وتطلع لك هاي القنوات اللي موجوده هسه اللي جاي تطبل وخروج القوات الامريكيه. نعم. يعني برايك، يعني من بيان البيت الابيض المتحدثه ساره سانترز تقول انه قبل وقت قصير تم إبلاغ عادل عبد المهدي، وتقول أنه كان من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات لضمان أمن الرئيس الأمريكي. يعني الظاهر أنه الرئيس الأمريكي حتى برئيس الحكومة برئيس الجمهورية ما يثق بأي أحد، والحكومة الأمريكية ما تثق بذولا. برأيك هذا الكلام واقعي؟
أبو محمد انقطع اتصال مع أبو محمد من بغداد. معنا اتصال أم كيان من بغداد. نعم تفضل أم كيان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اي نعم أم كيان من بغداد. أهلا وسهلا. طبعا أنا أشكر هاي القناة، قناة صوت لكل العراقيين. أهلا وسهلا. طبعا هي القناة الوحيدة اللي تبث الحدث بحقيقته، فأني أشكركم جدا أنه عندنا قناة عراقية تدافع عن العراقيين وعن حقوقهم. هذه الزيارة اللي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب يعني ليس لديها أي، الحكومة العراقية ليس لديها أي علم بهذه الزيارة. فإلى أي يعني إحنا على شنو قاعد نسوي الحكومة؟ أريد أعرف إحنا انتخبناهم على شنو؟ يعني إذا زيارة ما نعرف بيها، زين وين الطيران العراقي؟ وين السيادة العراقية؟ يعني إحنا تعبنا، شو نسوي هذه الحكومة ما نعرف؟ نعم. يعني الشعب تعب، مظاهرات طلعنا. يعني الانتخابات قاطعنا، يعني والله ما دعت وياك بس أنا يعني من البارحة لليوم يعني دمي صاير، يعني أنا عراقية. نعم. زين أم كيان ليش هم يحشون يقول لك ماكو قوات أمريكية بالعراق وبأنه العراق دولة ذات سيادة، وإحنا هاي كل فترة لو يجي مثلا رئيس أمريكي، لو يدخل مثلا وزير دفاع أمريكي أو مسؤول، أو يدخل قاسم سليماني وبعدين الحجة يقول لك ها والله ذولا مستشارين. تسمعيني أم كيان؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أم كيان من بغداد، شكرا جزيلا لك. طبعا في محاولة لتبرير زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، يعني مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أعلن بأن السلطات الأمريكية أعلمت الحكومة في بغداد، وقال المكتب أن السلطات الأمريكية أعلمت السلطات في العراق برغبة ترامب زيارة العراق لتهنئة الحكومة الجديدة وزيارة العسكريين الأمريكيين، وبين بأن ترامب وجه دعوة لعبد المهدي لزيارة واشنطن، وأضاف المكتب بأنه كان من المفترض أن يجري أو يجرى استقبال رسمي ولقاء بين عبد المهدي وترامب، ولكن يعني كان هناك يعني تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء، تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية. زين هو وين هنأ الحكومة؟ ما هو بس إجا على الجنود الأمريكيين. طبعا نقرأ رسالة واتساب يقول السلام عليكم كادر قناة الرافدين، ذول الحكومة كلهم عملاء إلى إيران وأمريكا وكلهم عصابات وميليشيات، بعدين الخزعلي خلي يطلع يحكي، هو مو يهدد أبو العصايب المجرم أشو ضام راسه وهم هذا العامري المجرم كما يقول. مع الأسف حكومتنا كلها ما بها شخص كما يقول، طبعا هو على لسانه ورأيه شريف وصاحب غيرة على البلد، نريد من الله إن شاء الله هاي المنطقة السوداء الخضراء الله يهدمها عليهم ويخلصنا منهم. رسالة أخرى يقول فيها، طبعا نعيد ونذكر بأن خدمة الواتساب ليس فيها اتصال، فقط رسائل نصية تعبر عن رأيك حول موضوع الحلقة اللي نطرحها. يقول يا أخي ما الغريب في الموضوع؟ من نصب الحكومة والعتب كل العتب على الشعب لأنه ساكت أبو كرار من المهجر. نعم طبعا طبعا مصادر إعلامية وموظفون عاملون في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد يعني قالوا بأن السفارة الأمريكية تعرضت لقصف صاروخي، وقالت المصادر بأن سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء تعرضت فجر اليوم لقصف بصاروخين، ويعني أوضح العاملون في تلك المنطقة بأن السفارة قد أطلق صافرات الإنذار فجر اليوم عقب قصفها بصاروخين دون معرفة الخسائر البشرية والأضرار المادية. طبعا ردود الأفعال يعني تصريحات فقط، ميليشيا النجباء هددت بالرد على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، وقال المتحدث باسم الميليشيا هاشم الموسوي بأن زيارة ترامب لن تمر بدون عقاب، وأشار إلى أنه أصبح واجبا على الحكومة الآن طرد القوات الأمريكية من العراق. قيس الخزعلي في تغريدة على تويتر
قال بأن زيارة ترامب لقاعدة عسكرية أمريكية بدون مراعاة الأعراف الدبلوماسية يكشف حقيقة المشروع الأمريكي في العراق، ورد العراقيين سيكون بقرار البرلمان بإخراج قواتك العسكرية، يقصد ترامب، رغما عن أنفك، وإذا لم تخرج فلدينا الخبرة، يقول، والقدرة لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك التي أجبرت على الخروج ذليلة في 2011. القوات الأمريكية متواجدة طبعا، خرج القسم الأكبر في العام 2011 ولم تخرج بسبب هذه التغريدات على تويتر، وإنما بسبب الضربات الموجعة من قبل المقاومة العراقية في ذلك الوقت، والآن تحتفظ بقواعد عسكرية وتبني قواعد عسكرية، وما زالت متواجدة بقوات تصل إلى أكثر من 5000 جندي أمريكي في العراق. طبعا سرو عبد الواحد وهي نائبة سابقة قالت بأن الرئيس الأمريكي في العراق بينما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صامتين والبرلمان في عطلة على حد قولها. وتساءلت النائبة السابقة في تغريدة على موقع تويتر كيف يمكن للشعب أن يحترم هكذا رئاسات، وأشارت إلى أن الجميع يدخل للعراق بدون علم أصحاب البيت على حد تعبيرها. أشارت سرو عبد الواحد إلى أن الدخول إلى العراق أصبح سهلا للجميع بما فيهم دونالد ترامب. هوشير زيباري في تصريح له كذلك حول هذه الزيارة، وهو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الخارجية السابق، وزير المالية السابق، قال بأن غياب الرئاسات الثلاث عن استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني جاء هذا التعليق من قبل هوشير زيباري على حسابه على موقع فيسبوك. الجماعة كلهم لو تويتر لو فيسبوك، منك يغردون ومنك يعلقون. قال بأنه كان يجب على رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب استقبال ترامب أو الظهور معه حتى ولو شكليا لحفظ ماء وجه البلد، وأعرب عن استغراب من وصف القيادات في بغداد هذه الزيارة بالمفاجئة. يعني عندهم علم كما يقول، ولكن ترامب ما يريد يلتقيهم أو يشوفهم. النائب عن كتلة السائرون سلام الشمري دعا الكتل السياسية إلى الإسراع بتشريع قانون خروج القوات الأجنبية من العراق والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة. الشمري قال بأن زيارة الرئيس الأمريكي تعد خرقا للأعراف الدبلوماسية ودليل على الاستخفاف الأمريكي الواضح بالقوانين الدولية التي تربط علاقات الدول مع بعضها. وشدد الشمري على ضرورة بأن يكون لمجلس النواب رأي واضح وسريع بما يجري من انتهاكات مستمرة للسيادة من الجانب الأمريكي. ما أعرف نسوي الجماعة عندهم اتفاقية أمنية تجمعهم بينهم وبين الأمريكان، هالاتفاقية اللي موجبها تسمح للأمريكان بالتواجد في العراق، بتواجد القوات الأمريكية، ببناء قواعد عسكرية إلى آخره من هذه الاتفاقية الأمنية. ظاهر الجماعة ناسين هذه الاتفاقية الأمنية، وهاي كل فترة يطلعون علينا يقولون لازم تنسحب القوات الأمريكية ولازم نشرع قانون في البرلمان. ومن هذا الحديث وهذه المسرحيات والأكاذيب التي يخرجون علينا بها عبر شاشات التلفاز أو عبر تويتر وموقع فيسبوك. إذن تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول زيارة ترامب المفاجئة إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، ودلالات هذه الزيارة تأتي بعد أيام فقط من إعلان الحكومة الأمريكية انسحاب أو سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.